فعلا دي المشكلة تاع الظهر، كان عندي عمود الفقري معوج، كانت تكتنعس لي الرجال مكنتش كنقدر نتمشى عليها. وجيت هنا للناظور تبعت عند الدكتور موساوي، ومني تبعت عنده بقى عطالي الاخر. كل مرة شتي كيقول لي، كيقول لي الاخر العملية، راه عندك العملية وهادي، وانا كنت كنخمم في التالي، ولكن الحمد لله عزمت وخرج كل شيء بخير وعلى خير. الصراحة زعما وليت احسن من اللي كنت. شكرا للدكتور اللي زعما ما عندهم علاش غادي يخافوا على هاد بحال هاد المسائل. الصراحة شكرا للدكتور زعما اللي شدني، والسبيطار الحسني زعما وقفوا معانا، ودار الصراحة ما عندي ما نقول. الله يكثر خيرهم و الله يخليهم، وصراحة داروا معايا واحد المجهود زعما بخير. اللي نقول لك راه السبيطار الحسني لا هادي ولا هادي، لو كان زعما طبا في السبيطار الحسني. والدكتور مساوي شكرا، واللي خدام في السبيطار الحسني شكرا لكم كاملين. دونك حنا هنا باش نديرو واحد المقابلة على ود العملية اللي قمنا بها في المستشفى الحسني فيما يخص الحالة ديال المريضة اللي هذه أسبوع هي ناعسة لنا، وتم إجراء عملية في خصوص اعوجاج العمود الفقري. دونك الحالة ديال السيدة متبعينها تقريبا هذه مدة ديال سنتين، وحنا متبعينها بالعلاج بالأدوية والأشعة، ومؤخرا قمنا بالسكانير. وامام عدم تحسن الحاله ديالها فيما يخص الام الظهر وديك التنمال والتقوليه اللي كانت عندها في الرجلين، دونك اضطرينا باش نقوموا بالاشعه اللازمه فيما يخص السكانير. اللي كنلاحظوا فيه هنا واحد الاعوجاج في ثلاثه المستويات بالنسبه للفقرات الدنويه ديال العمود الفقري. دونك والعمليه كانت عندها الم ناتجه عن واحد الانزلاق ديال الغضروف، وبالتالي كانت العمليه قد تؤدي الى تفاقم الحاله ديالها. دونك قبل ما ننزعوا ديك الغضروف، دونك قلنا في نفس الوقت غادي نقوموا بتثبيت العمود الفقري واصلاح ديك الاعوجاج اللي عندها، وازاله ديك الغضروف اللي كان مزيلها على العروق اللي هابطه للرجيج. والحمد لله دازت العمليه في ظروف طيبه، وهذه عمليه دقيقه جدا لانها كتستدعي تثبيت واحد عده المسامير، لانها على مستوى العمود الفقري في 6 الفقرات. قمنا بتثبيت العمود الفقري على مستوى 6 الفقرات باش رجعنا لهذه الاستقامه ديالو. دونك المسامير كما كنلاحظوا في هذا المركب، دونك تم تدخل في مكان محدد ودقيق لتفادي اصابه العروق الدمويه، العروق ديال الاعصاب. دونك الحمد لله بفضل الطاقم الطبي ديال المستشفى الحسني ومساعده ديال الامكانيات المتوفره رغم قله الموارد البشريه، دونك تمكنا باش نقيم هذه العملية الدقيقة التي تعتبر الأولى من نوعها هنا في مدينة الناظور. والحمد لله كما شفتوا المريضة كاين واحد التحسن، يعني بعد أسبوع من العملية كانت في الأول بعض الآلام اللي طبيعية نظرا للكبر ديال العملية، والحمد لله المريضة كتعافى بواحد الطريقة سريعة وتمكنات من الوقوف واحد المدة الحمد لله مزيان اللي كتشجعنا. وهذا النوع من العمليات الحمد لله كيشجعنا حنا كأطر طبية شابة باش نبذلو واحد المجهود كبر ونساعدو الناس تفاديا لتنقل المدن بعيدا من أجل إجراء هذه العمليات. كنشكر مرة أخرى جميع الأطقم الطبية والشبه الطبية اللي ساهمت في نجاح هذه العملية، والممرضين ديال المستشفى والإدارة والمندوبية اللي ما كيبخلوش علينا بالمساعدات رغم كما كنقول الظروف اللي شويه قاسيه كيعاني منها قطاع الصحه، وخصوصا النقص الكبير في الموارد البشريه والظروف اللي صعيبه اللي كنزاولوا فيها المهنه. وكنتمناو ان شاء الله هذه المشاكل خصوصا في اطار هذه الحمله النضاليه اللي كيقوموا بها اطباء القطاع العام نتمكنوا من تحسين الظروف ديال الشغيله الطبيه وكذلك ظروف العمل، و تمكنوا بالقيام بالاعمال ديالنا الحمد لله في احسن الظروف. وكنشكروا حتى ناظور سيتي اللي كتقوم بتغطيه هذه العمليه الدقيقه اللي كيتجراو في مدينه الناظور باش حتى الناس يعرفوا الظروف اللي كنشتغلوا فيها، وان شاء الله هذا الشيء كيشجعنا باش نزيدوا للقدام ان شاء الله. وشكرا جزيلا. رحيم حسين طهريه،
زي المرافقين تمهروش يجين العملية يا سكوليوز. العملية جن توت عملية معقدة شوية، عملية فريدة من نوعها. يخي شرف الدكتور عبد الرحمن المساوي المريضة يثني تاتو غتعانى زي عوجاج ذي العمود الفقري، مما استدعيش انت تدخل جراحي معقد شوية. سل التتبع الدكتور المساوي الحمد لله نوض انه يكس العملية بعد يعني متابعة الناس الحالة يثني تا، فالحمد لله العملية تعذو بنجاح، تعذو الحمد لله تنجح 100%. سلمونا سبعين ثانية خسر يعني شكار الطاقم الطبي يتو يشرفن العملية ثانية، وكذا يعني الأطر يعني مرة إذا نغي عاونان كي نغي بدن ذي الحالة ثانية، وسعد دوكش الفرصة كذلك شكار المحسنين يساهمن ذي اقتناء يعني المستلزمات والزاري زي ذيك العملية ثانية مرة، ويساهمن ذي منايا قرص بأنه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومرة أخرى قال بأنه فقط العمل الجاد ما زال ذي النيوذان يغادج يعني الروح الضمير يتشتغل الضمير يخدمن يعني تشن الطاس يعني المجال الطبي ونقابو كلشي دابا عشان مازال ديني وذان الحمد لله يخدمن الضمير في سبيطال الحسني. على سبيل المثال مشناو الدكتور عبد الرحمن المساوي يتجا صراحة يعني شخصيا مش يعني زريق انه زمرني بانه الطبيب الانسان. فزي ما زي المنبرة وني تنشكر مرة ويبدن أجل أخت ملكة بن علي الحمد لله يتجا دار عقب يعني انت بطبيعة الحال انت في الجنة تغث يعني ذي جن امرأة في شيء تصل ميدان التعليم يعني ذي المؤسسة ان بني شيكار مدرسة الجنة مرة سنة حارسة ملكة، فالحمد لله أزدت خدمات جليلة للقطاع التعليم. فنتمنى إن شاء الله دار عقب بصحة جيدة وشكرا.